حياكم الله في هذا الحوار الخاص والذي نجريه مع سعادة السفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق السيد محمد كاظم الصادق. حياك الله سعادة السفير. أهلا وسهلا. سعادة السفير، بداية هذا السؤال الروتيني لأي سفير نجريه هو نسأل عن العلاقة ما بين البلدين سواء كان إيران أو العراق، لكن خصوصا إذا أخذنا نظر الاعتبار أن هذه العلاقة كانت هناك تدخلات فيها، سواء كانت تدخلات خارجية، تدخلات داخلية، عدم رضا وإلى آخره. اليوم كيف تنظر إلى هذه العلاقة بين الجانبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ هشام ولمشاهدي قناة الشرقية المحترمين. بداية أنتهز هذه الفرصة ونحن على أعتاب نهاية شهر رمضان الفضيل لأتقدم بالتهاني والتبريك للأمة الإسلامية جمعاء وللعراق حكومة وشعبا بالتهاني والتبريك، وأن يمن على العراق بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. فيما يتعلق بالعلاقة بين الجمهورية الإسلامية والعراق، هي علاقة تاريخية متجذرة عميقة ومتنوعة بنفس الوقت، يعني فيها الجانب السياسي، فيها الجانب الاقتصادي، فيها الجانب الثقافي، وفيها الجانب الأمني حتى. فيما يتعلق بالجانب السياسي، لدينا تنسيق عالي المستوى في المحافل الإقليمية والدولية دائما. سفرات المسؤولية رفيع المستوى إلى البلدين متواصلة. ليس ببعيد كان دولة رئيس الوزراء في الجمهورية الإسلامية، وتلا سفرة وزير الخارجية الدكتور عبد الله هيان، وفؤاد حسين أيضا كان له سفرات متعددة، وأخيرا كان سفرة الأدميرال علي شمخاني مستشار الأمن القومي الإيراني. هذا فيما يتعلق بالجانب السياسي. بالجانب الاقتصادي لدينا حجم مبادلات عالي المستوى، والعراق شريك أساسي بالنسبة للجمهورية الإسلامية. بالجانب الثقافي أستطيع أن أقول لك أنه يوجد مذكرات تفاهم ما بين وزارة الثقافة الإيرانية والعراقية، وقبل كم شهر كان عندنا أسبوع الفيلم الإيراني عرض على المسرح الوطني ولاقى ترحاب وحضور جيد من الجمهور العراقي. لدينا عدد من الطلبة بعشرات الآلاف العراقيين يدرسون في الجامعات العراقية الجامعات الإيرانية، وتبادل الزيارات والمسافرين بين البلدين يصل إلى أكثر من 7 مليون سنويا. هذا يشمل طبعا الزيارات والسياحة الدينية والسياحة الطبيعية وحتى السياحة الطبية، لكن نحن هل نقول نكتفي بهذا القدر؟ لا، بالتأكيد نطمح إلى المزيد من توطيد العلاقات بين البلدين الجارين. طيب، العراق تعرف بلد ديمقراطي، والمتعارف عليه كل 4 سنوات ستكون هناك حكومة جديدة وبرئيس جديد وبرؤية جديدة، وكذلك بأيديولوجية قد تكون مختلفة عن من سبقه. في حكومة السوداني، هل تغيرت هذه العلاقة؟ تحسنت؟ تراجعت؟ بقيت على نفس المستوى؟ نحن علاقاتنا مع الحكومات العراقية المتتالية التي حكمت البلد بعد السقوط دائما كانت حميمة وجيدة. ومعلوم لديك أن الجمهورية الإسلامية هي أول بلد اعترف بالعملية السياسية بعد سقوط صدام. لذلك علاقاتنا مع كل الحكومات كانت مميزة وممتازة. حكومة السوداني في بدايتها انطلاقتها كان جيدة جدا، وسافر إلى الجمهورية الإسلامية وتم عدد من الاتفاقات والتفاهمات فيما يتعلق ب
توطيد العلاقة وتنميتها وتطورها، سواء في المجال الاقتصادي أو المجال السياسي أو الأمني. نعم، في المجال الاقتصادي تم الاتفاق على ربط السككي بين شلمشة والبصرة، وتم الحديث عن إنشاء 3 مدن صناعية على الحدود في البصرة وميسان وواسط. وكذلك الشهر الماضي عقدنا اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ووقع على مذكرتها وزيري الاقتصاد الإيراني والتجارة العراقي، ونحن نتابع بنود هذه الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين. حلو. سعد سفير، يمكن ذكرت بداية حديثك أن الزيارات على رفيعة المستوى تمت أو بين العراق وبين إيران، لكن على صعيد الزيارات الأخيرة ما يخص وزير الأمن القومي، وكذلك الزيارات المتكررة أيضا للسيد وزير الخارجية الإيراني، ما هي فحواها؟ يعني خاصة ما يخص الأمن القومي، هل هناك مذكرات تفاهم بين البلدين بما يخص الأمن وكذلك الأمن القومي؟ بالتأكيد، يعني كان الطابع الأمني حاضر بقوة، والملف الأمني حاضر في المحادثات. تعرف كان لدينا تعرضات وتجاوز من قوى المعارضة العنصرية الإرهابية الكردية الإيرانية المقيمة في الإقليم، وبين فترة وأخرى يتم تسلل فريق من هؤلاء ويفجروا مراكز أمنية أو يختالوا قوى أمنية. حتى في الاضطرابات الأخيرة مسكنا عدد لا بأس، يعني عدد مجموعات إرهابية قيادية كانت تسللت من الإقليم وكانت تقود الاضطرابات في المدن الحدودية وغيرها من المدن. لدينا حوار طويل كان مدى سنين مع إخواننا الأعزاء في الإقليم بشكل ثنائي، ولكن ارتأينا أن يرتقي هذا الحوار إلى ثلاثي، يعني تشارك الحكومة المركزية أيضا في الحوار لتكون داعمة وبنفس الوقت مراقبة لما يتم الاتفاق عليه. فتم سفرة فريق إيراني سياسي أمني إلى بغداد، وكان يقود الحوار معالي الوزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، وبحضور مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، وكذلك حضور الأخوة من الإقليم. تم الكلام عن بعض الأمور التي ترتبط بالجانب الأمني، وتلاها زيارة السيد قاسم الأعرجي إلى طهران، وتمخض عن هذه الحوارات واللقاءات اتفاق أمني أهم 3 بنود أساسية. البند الأول مسك الحدود بواسطة القوى الأمنية من الحكومة المركزية، واثنين تبادل المجرمين على ضوء مذكرات تفاهم بين وزارة العدل العراقية والإيرانية، وثلاثة نزع السلاح وغلق المعسكرات لهذه المعارضة. نحن نشكر دولة رئيس الوزراء لإيلاء الاهتمام في هذا الجانب، وخصص ميزانية ورصد كم 1000 عنصر يعني من القوى الأمنية، ووزارة الداخلية العراقية مشكورة أيضا الآن قائمة بإجراء بعض الترتيبات على الحدود. أنا لا أتحدث عن مجاهدي خلق صح؟ لا لا لا، مجاهدي خلق انتهى دورهم، خرجوا من العراق. بعد المعارضة المعارضة الكردية اللي موجودة في الإقليم. هذا ما جرى، والأمور حاليا جيدة الحمد لله، والوضع هادئ
مطمئن على الحدود. ما ثبت تورط اي عراقي او جهات عراقيه بدعم المعارضه الكرديه الايرانيه؟ لم نلمس هذا الشيء، ولكن هؤلاء لديهم ارتباطات مع الدول الاجنبيه المقيمه في الاقليم. وحتى استطيع ان اقول لك مع اسرائيل. مسكنا فريق في اصفهان كان يخطط لعمليات ارهابيه كبيره، ولديهم من التجهيزات ما لا تملكه الحكومات في بعض الاحيان. والاعترافات موجوده لهذا هذه المجموعه الارهابيه. كيف تمد اسرائيل؟ نعم، كيف تمد اسرائيل يعني امدادات بالاسلحه وبتفاصيل اخرى وتوصلها الى المعارضه الايرانيه الموجوده في الاقليم؟ عادة يهيئ بعض القطع اللازمة والتجهيزات اللازمة ويصنعوها لربما في الداخل من خلال التسلسل، لكن القوى الأمنية الإيرانية الحمد لله واعية وتراقب الوضع بجدارة واستطاعت كشف هذه الخلية. طيب، ننتقل إلى البراءة الإيرانية من أزمة سعر الصرف. قبل شهر كان لك تغريدة قلت فيها تبقى الجمهورية الإسلامية الداعمة الأولى لتنمية واستقرار وتطور العراق مهما تعرضت لاتهامات تريد حرف مسار الرأي العام عن المسبب الرئيس لأزمة سعر الصرف. بالنتيجة قبل ما أجي على محتوى التغريدة، من المتسبب الرئيس في أزمة سعر الصرف؟ الأزمة اللي حصلت فيما يتعلق بسعر الصرف والدولار في العراق واضح أن جزء منها لربما وهو الأصغر يكون داخلي، لكن الجزء الأكبر نعتقد وجازمين أنه خارجي. من يتحكم بالدولار في العراق؟ أمريكا. طيب، ولماذا سافر وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية ويرافق مسؤولين اقتصاديين والبنك المركزي وبنك الدي بي آي لمعالجة هذه الأمور؟ طيب، إذا المسألة تتعلق بالجانب الخارجي والبعد الخارجي، وحسب ما سمعت أنه كان بعض الإجراءات متفق عليها أن تجريها الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بوضع الدولار تركتها في الحكومة السابقة وباشرت فيها في بداية حكومة أخينا المهندس محمد الشيع السوداني لإحراجه، ولدت أزمة بالنهاية في البلد وهو في بداية انطلاقته. يعني بالنتيجة هي تريد تحرج هذه الحكومة. حدث شيء من هذا القبيل. تمام، يعني إذا لماذا حرف المسار عن هذه التفاصيل اللي تكلمت بها حضرتك؟ يعني البعض ذهب باتجاه بأنه تهريب الدولار الحاصل بين العراق وإيران هو السبب الرئيس لأزمة الدولار، هل هذا صحيح؟ لو كان التهريب حاصل لكان وضعنا أفضل من هذا. نحن اليوم نعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة في البلد، لكن في إعلام مدفوع الثمن ولا يريد الخير للبلدين، ولذلك دائما يسعى من أجل تخريب هذه العلاقة وإلقاء التهم على الجمهورية الإسلامية. يعني لم تستلموا أي تبليغ رسمي من قبل الحكومة، فقط هو رأي عام أو وسائل إعلام؟ أبدا، لا يوجد هكذا تبليغ. لماذا يتم يعني إقحام الجانب الإيراني دائما بالاحتجاج لدى السلطات العراقية بشأن الاتهامات بتهريب؟ ليش ما يتم احتجاج رسمي من قبلكم تمام للجانب العراقي بأنه اللي يشاع واللي هذا بأنكم تهريب للعملة؟ قلت لك ولا يوجد شيء من هذا القبيل بمقدار ما هو إعلام مضاد وأجندات ومدفوع الثمن، لذلك لا نعير أهمية لمثل هذه الاتهامات. طيب، ننتقل إلى ملف آخر وهو الكهرباء والديون الإيرانية. بالنتيجة اليوم أكو يمكن ديون للعراق، تمام، ديون على العراق باتجاه الجانب الإيراني ما يخص الكهرباء. بين فترة وفترة تظهر هذه المشاكل للعيان بأنه إيران قطعت خط الإمداد أو قطعت الغاز على سبيل المثال بسبب عدم إيفاء العراق بالتزامات تجاه الجانب الإيراني. هذه المشاكل حلت أم ستحل في
المستقبل القريب؟ أخي هشام، معلوم لديك نحن نبيع غاز وكهرباء إلى العراق، نوصل ما يقارب أكثر من 1200 ميجاوات يوميا إلى العراق، ونمد العراق بالغاز عبر أنابيب الغاز من نفطخانة إلى بسماية، محطة بسماية. أحب أوضح نقطة، إنه نحن الغاز نحتاجه في الشتاء والعراق يحتاجه في الصيف. ففي الشتاء يتم الاتفاق بين البلدين أن يتم تصدير ما بين 10 مليون متر مكعب إلى 20، وبالصيف أكثر من 50 مليون متر مكعب يوميا يتم تصديره، وهذا يسهم في إعطاء 4000 ميجاوات تقريبا كهرباء جراء إمداد الغاز عبر الأنابيب. المشكلة أن العراق يقوم بدفع المستحقات ويرصدها في بنك التي بي آي، لكن لا نستطيع أخذ استحقاقات بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة علينا. ولذلك طبعا ضمن العقد مطروح أن الأولوية للبلد المصدر في حال حدوث أي أزمة أو مشكلة. مثلا هالسنة كان برد قارس جدا وبالمنطقة ككل، نحن لم نقطع الغاز، لكن العشرة لفترة محددة صار 7 مليون متر مكعب. ضمن الاتفاق هذا؟ نعم، ضمن الاتفاق موقع البند اللي موجود الأولوية للبلد المصدر، هذه موجودة ضمن الاتفاق. زين، لكن نحن خفضناها إلى 7 بسبب الأزمة اللي حصلنا واجهناها في جراء البرد القارس. الآن أتصور حسب ما بلغني يصدر في الجو الجيد الآن أكثر من 25 مليون متر مكعب غاز. 25 متر مكعب الآن. زين، ليش يطلع لنا مسؤولين عراقيين بين فترة وفترة يقول ترى الأزمة مو عراقية، الأزمة من إيران، هي إيران ولدت الأزمة، قطعت علينا الكهرباء، قطعت علينا إمدادات. المسؤولين لا يتحدثون بهذا الجانب أصور. متحدثين وزارة الكهرباء، من ضمنهم الناطق باسم وزارة الكهرباء، يقول الجانب الإيراني قطع علينا الغاز، شو سوى؟ لا، هو التخفيف يعتبر قطع يعني مرات. صح. التخفيف يعتبر قطع. يولد له مشكلة ربما في بعض الأحيان. لكن أيضا نحن في مشكلة كبيرة فنتعاون في هذا الجانب. تمام. فرص الشركات الإيرانية، يمكن قبل فترة شاركت الشركات الإيرانية في مؤتمر طاقة الثامن، وقلت في تغريدة أنك زرت أجنحة ل 13 شركة إيرانية تعمل في مجال الكهرباء. احنا تعرف بالنتيجة العراق واقع بين نارين، نار الولايات المتحدة الأمريكية بين جنرال إلكتريك وبين سيمنز الألمانية. لا احنا متجهين سيمنز ولا احنا متجهين جنرال. نقدر نقول اليوم أصبح الثلاث فواعل موجودة داخل العراق على صعيد الكهرباء، إيران دخلت بشكل مباشر على ملف الكهرباء وتريد استثمارات أم لا؟ طبعا أنا سعيد أنه أسمع أنت متابع تغريداتي. أكيد، مواقف سياسية. وشكرا لك على هذه المبادرة. موضوع الكهرباء طبيعي احنا حريصين أن نساعد العراق في حاجته، ويحتاج الآن كثير من الطاقة الكهربائية. في عندنا شركة مبنى، أستطيع أن أقول هي ثالث أكبر شركة عالمية بعد جنرال إلكتريك وزيمنز، وتعمل في العراق الآن في محطة الرميلة، لديها عقد بإعطاء 3000 ميجاوات كهرباء، دخلت أكثر من 2000 ميجاوات في المدار، وعاملة للمزيد وتوصيل الطاقة إلى 3000. من الصدفة أنه هذه الشركة الآن لديها استحقاق ما يقارب 1.2 مليار دولار، وطرحت مشروع أن أنا مستعدة كشركة اطلقوا لي مستحقاتي، ما أخرجها لخارج البلد، أستثمرها في العراق
لأنجز لكم خلال 24 شهر أي سنتين ما يقارب 5000 ميجاوات من الكهرباء. طيب. نحن لدينا محطة أنجزناها في الحيدرية في النجف تبرع من الجمهورية الإسلامية كانت، وأنجزنا محطة في مدينة الصدر. لدينا شركة عملاقة أيضا بولاند بايا ساهمت في بناء سد رالوك في دهوك، وهذا السد الآن دخل المدار لتوليد الطاقة في دهوك. إذن نحن داخلين في المنافسة ولا نريد المنافسة، والعراق في حر في أن يتعاقد مع أي شركة يرغب، هذا زيمنز أو جنرال أو الجمهورية الإسلامية. بس أسمع أنا من بعض المسؤولين أن الغاز الإيراني هو أنقى وأسرع وأرخص. نتمنى أن الحكومة تعالج لنا مشكلة دفع المستحقات. يعني جو عليها سعد السفير، لكن الربط الخليجي سمعت به، ربط مثل مع السعودية أو باقي دول الجوار، راح يأثر على استيراد الغاز أو الكهرباء من إيران؟ قلت لك العراق حر في أن يختار مع من يتعاقد، لكن على الأقل خلال السنوات القادمة الثلاثة والأربعة والخمس سنوات القادمة الحاجة ما زال ماسة في طلب من الجمهورية الإسلامية سواء الكهرباء أو الغاز. إيش قد حجم الديون على العراق في هذا الملف؟ أنا ذكرت في لقاء سابق مع أحد زاد الشبكات، هو طبعا يتراكم. إيش قد صار هسه؟ وبين فترة وفترة كل شهر تدفع من وزارة الكهرباء وتخزن في في التي بي آي دون أن نستطيع أن نستثمرها. شو صار هسه المتراكم على ال... خلينا أنا ذكرت اللي يحب يراجع 10 مليار أو أكثر تقريبا، هذا المقدار تقريبا 10 مليار دولار. بالنتيجة شون يعني ماكو آلية نهائيا؟ ما تفهمتم عن الحكومة؟ أشعر الآن بجدية ومتابعة من قبل دولة رئيس الوزراء سيد محمد الشجاع السوداني لمتابعة هذا الملف، ووردني أنه الآن الفريق البنكي العراقي البنك المركزي موجود ليحاور ويتفاوض حول ما يتعلق ب وضعه في الدولار وأيضا استحقاقات الجمهورية الإسلامية. طيب، هل لمستم بأن هناك فيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على كل شركة من شركات الكهرباء التي تدخل العراق؟ يعني سيمنز الألمانية ممنوعة من احتكار الكهرباء، وكذلك حتى توتال إنرجي الفرنسية. يوصلكم السر يمكن حتى أنتم تكونوا بسبب أنه الآن إحنا الدور الأساسي نقوم فيه في توزيع الطاقة وإيصال الطاقة الكهربائية للعراق وحاجة العراق. الحكومات المتتالية كان تتفق مع أمريكا وتأخذ إذن لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكن معادلة تبقى ناقصة. يعني يصير بها إذن لاستيراد الكهرباء والغاز، لكن جانب دفع المستحقات في مشكلة. صحيح. نكمل حديثنا سعد السفير بعد ما نروح لهذا الفاصل. فاصل ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد، ونجد ترحيب بي السفير الإيراني في العراق السيد محمد كاظم آل صادق. رحب بك من جديد سعد السفير. يمكن توقفنا عند نقطة الكهرباء، هل تتوقع بأن حدوث صراعات ما بين الشركات المتنافسة في العراق ليصل هذا الصراع إلى حتى على المستوى التمثيل الدبلوماسي مثلا، وكذلك الضغوط السياسية واستخدام أوراق ممكن أن تستخدم في سبيل التعاقد مع شركة دول أخرى؟ أتصور أجبتك على السؤال سابقا. حاجة العراق إلى مزيد من الكهرباء حاليا تعطي فرصة لكل الشركات اللي لديها رغبة في إيصال الكهرباء إلى العراق، ولا أتصور أن تصل إلى هذا الوضع اللي تحدث عنه. تمام. الحدود بين البلدين يمكن بين فترة وفترة أيضا نسمع بأن الحدود هي غير منضبطة، بس يمكن غير منضبطة بدليل أكو جهات يعني خرجت من الإقليم باتجاه إيران، بل تعدى هذا المستوى. يقول لك أنه أكو تبادلات تجارية هي غير مضبوطة، يعني على مثلا الصعيد التهريب، سواء كانت صعيد تهريب مواد غذائية، بل يصل البعض إلى أن يقول بأن هناك حتى أسلحة. هل فعلا أنه هناك تهريب يحصل ما بين حدود البلدين؟
نمسك بين فترة وأخرى خلايا تعبر الحدود وتسعى لإيصال السلاح إلى إيران. بس الإرادة الجادة موجودة، وفترة سابقة قبل شهر أتصور ذهب وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية إلى الجمهورية الإسلامية وتحدثوا في كثير من المجالات، ومن ضمنها جانب التهريب، وبين كلا البلدين تحدث في بعض الأحيان، وكان حاضر هذا الملف في الحوار ما بين المسؤولين الأمنيين. وشو صار الاتفاق؟ نعم، اتفاق آلية مسك الحدود، أنه على تقع فقط على الجانب العراقي أم هناك تعاون أو قوات مشتركة؟ لا قطعا بالتأكيد بتعاون بين البلدين، وكل بلد إلى استحقاقاته وواجباته في هذا الجانب. لكن وزارة الداخلية العراقية هي الآن تقوم بوضع الأعمدة ونصب الأبراج والكاميرات الحرارية، هذا باتفاق ما بين البلدين يتم. عندنا بعض الأحيان حدود وعرة جبلية، في بعض الأحيان سهلة ومسطحة، لذلك العمل قائم بين البلدين حول ضبط ومسك الحدود. أنت تشاهد القصف التركي الذي يحصل في إقليم كردستان، أيضا بين فترة وفترة يحصل هناك قصف من قبل الجانب الإيراني على أهداف في إقليم كردستان، هل تم الاتفاق على آلية بأنه يعني نسمع بأنه هي الكفة وكأنما هو توازن بالقوة، وكأنما ما دام أنه أكو جهات تخرج من الإقليم باتجاه إيران فإن الجانب الإيراني يقصف هؤلاء الجماعات، هل هذا اتفاق أم هو مبدأ التعامل بالمثل أم ماذا؟ لا، نحن في طيلة هذه الفترة كنا نحذر ونعلن أنه إذا لا يتم إيقاف هذا العمل والتسلل والعمليات الإرهابية، ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 يسمح للبلدان للدفاع عن النفس. لكن أشرت لك في كلامنا سابقا أنه سفر الأدميرال علي شمخاني والحوارات اللي جرت بين البلدين والاتفاق اللي وقع حول المجال الأمني، نشعر الآن مساعي حميدة سواء من أخواننا في الإقليم للضغط على هؤلاء المعارضة أو من قبل الحكومة المركزية تتابع هذا الأمر، ولفترة طويلة الحمد لله الآن الحدود آمنة ومستقرة. طبعا نحن نحترم تماما سيادة العراق ولا نرغب في أي إساءة في هذا الجانب. تمام سعد السفير، يمكن سؤال عرضي، أنت تسمع كثيرا عن مثلا الصراع الإيراني الأمريكي، هذا موجود تمام، لكن هذا الصراع هل تعتقدون بأن هذا الصراع توقف الآن أم نحن في نسميها هدنة ما بين الجانبين، أم أن الصراع فعلا قل عن فترات السابقة؟ خلافنا مع أمريكا وما يتعلق بالملف النووي والاتفاق في 5+1، نحن موجودين ضمن الاتفاق، لكن أمريكا وترامب الأرعن هو اللي خرج من هذا الاتفاق وسبب أزمة لبلده بنفس الوقت. نتمنى أن الاتحاد الأوروبي اللي كان مساهم ومشارك في الحوارات وتنضيج الاتفاق أن يتخذ قرار مستقل وضغط على أمريكا لعودتها إلى الاتفاق لينعم الاستقرار والأمن في المنطقة وبين هذا ما راح ينعكس على ما ينعكس على العراق هذا الصراع؟ لا ما له دخل، ما له علاقة. نتحدث عن لقاءات بشخصيات سياسية، أنت المتعارف عليك يمكن تختلف عن باقي السفراء بسبب عناصر عدة، يمكن ارتباطك بالعراق، كذلك تحدثك باللغة العربية بطلاقة، إضافة إلى ذلك علاقاتك مع المحيط السياسي والاجتماعي والعشائري، هل يندرج هذه اللقاءات بشخصيات سياسية بل وحتى العشائرية والمجتمعية ضمن العمل الدبلوماسي أم بماذا يندرج؟ أستاذ هشام، معلوم لديك أن لدي علاقات وطيدة مع طيف واسع
من الأخوة العراقيين من بداية الثمانينات لما كانت المعارضة موجودة في الجمهورية الإسلامية، وأنا كنت أعمل ضمن الملف العراقي، فشكلت دائرة واسعة من العلاقات مع هذا الطيف الواسع في فترة المعارضة. هذا خلال 40 سنة الماضية، والآن أنا 11 سنة في بغداد أعمل في السلك الدبلوماسي في السفارة. طبيعي أن من واجب السفير أنه يعمل ضمن حضوره توطيد العلاقة بين البلدين في المستويات المتعددة، سواء الدبلوماسية الروتينية البروتوكولية أو الدبلوماسية اللي نسميها العمومية أو المجتمعية أو الاجتماعية. ولذلك أنا قبل أن أصبح سفير كنت أزور كثير من المحافظات وكثير من العشائر وكثير من الشخصيات بأطيافها المختلفة، شيعة سنة أكرادا مسيح شبك إيزديين، والعلاقة متواصلة. بعد السفارة أيضا أنا مستمر في هذه العلاقة، ولي أصدقاء كثر جدا في العراق وأعتز بهذه الصداقة. إلى أي مدى ستساهم هذه العلاقات في تطوير العلاقات ما بين الجانبين، أو خلينا أخصصها بين طهران وبغداد؟ بالتأكيد لها أثر بليغ في توطيد العلاقة، وتسهل لمزيد من العلاقات والتبادل على جميع المستويات ليخدم مصلحة البلدين. طيب سعادة السفير، غالبا من تحدث أزمة سياسية أو نشوب خلافات سياسية تتجه الأنظار إلى إيران، وخاصة أقصد إذا جانب الخلافات كان شيعي شيعي. هل كانت لديكم مبادرات أثناء الأزمات، وخصوصا في الأزمة الأخيرة التي حصلت ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، في تصفير هذه الخلافات؟ نحن على علاقة واسعة مع الطيف العراقي السياسي بمختلف انتماءاته مثل ما ذكرت لحضرتك، لكن نعتقد أن الأخوة العراقيين والسياسيين وصلوا ولديهم من النضج والوعي في حل مشاكلهم في ما بينهم. السيد مقتدى الصدر خرج من العملية السياسية ونحن تأسفنا كثيرا، والقرار الحر له فيما يختاره، تيار الصدري تيار عريق ومتجذر في الوسط العراقي، ونتمنى عودة مباركة للتيار في مشاركته بالعملية السياسية، وموجود طبعا لكن فيما يتعلق بالانتخابات وغير الانتخابات. يعني هل تعتقدون بأنه الكفة ممكن أو التوازن ممكن أن يختل بغياب التيار الصدري؟ طبيعي يولد فراغ يعني، ووجوده في العملية السياسية ضروري، وأسمع من الأخوة العراقيين لديهم بعض المحاولات للكلام مع سماحة السيد مقتدى لأن يعود إلى العملية السياسية. بالنتيجة قبل عدة أيام أعلن السيد أنه غلق العمل التيار الصدري وغلق مكاتبه لمدة عام كامل، كيف نظرتم إلى هذا القرار؟ قلت لك السيد حر في اتخاذ ما يراه مناسب، لكن نحن لا نتمنى ذلك، الخيار له كما يختاره. هناك معلومات أو إشاعات تقول بأن السيد ممكن بعد هذا القرار أن يذهب ليعتكف في إيران نفس ما عمل في السابق، هل هذه المعلومات صحيحة؟ ليس لدي هذه المعلومة، إذا زودني بها أكون ممنون. نسمع. لكن إيران البلد الثاني للسيد مقتدى، ومرحب في أي وقت نستقبل استقبال حار ويكون بين أهله وناسه في الجمهورية الإسلامية. ما يسمون بأصحاب القضية أو أهل القضية سمعت بهم، ظهروا في الساحة الشيعية التي تمثل يمكن خلينا نسميها العمق الاستراتيجي في العراق.
هل تسبب ذلك بالقلق لديكم بأنه تظهر هكذا شخصيات أو هكذا فئات تدعي اسمها بأصحاب القضية وتعتقد بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي؟ بين فترة وأخرى نسمع من هذه الأمور وهكذا حركات، لكن الفتنة والحنكة كانت لدى السيد مقتدى في أنه اتخذ قرارا بالتنديد بهذه الحركة، وأيضا حسب ما قرأت في الأخبار الجهات الأمنية قامت باعتقال عدد من هؤلاء لحتما تصل إلى ملابسات الحادث اللي حصل أو الحركة اللي صارت، ونتمنى أن لا تتكرر مثل هذه الأمور. نتمنى ذلك. عندي سؤال أخير بهذا الملف لننتقل إلى الانتخابات العراقية. لديكم أصدقاء كثر في الإطار التنسيقي، وبعضهم يعني لديه عمق استراتيجي في إيران. ما تحركتوا على هذه الأطراف من باب الصداقة وليس بالعمل الدبلوماسي، من باب الصداقة بأنه لا تدخلوا مع السيد مقتدى الصدر، أرضوه، حاولوا أن تقاربوا وجهات النظر، حاولوا أن تجلسوا معه، ما كانت هذه مبادرات حاضرة؟ قلت لكم أحرار فيما يتخذونه، ولكن نسمع بين فترة أخرى توجد مثل هكذا مسائي. تمام. الانتخابات العراقية هذه حتى لو كانت هو شأن داخلي ما يخص العراق، لكن معروف أن إيران حريصة على استقرار العراق. من وجهة نظركم، هل المصلحة العراقية اليوم ترتبط بإجراء انتخابات مبكرة جديدة أم لا؟ أتصور عدينا هذا الموضوع يعني حسب ما نسمع. الشيء الجيد أن الأخوة العراقيين شكلوا ائتلاف إدارة الدولة، أي، وهذا يبشر بخير. كل الأطياف اللي موجود، كل الكرد، سنة، شيعة، مسيح موجودين في هذا الائتلاف، وهم عملوا تهيئة ومطبخ سياسي وأقر قانون الانتخابات في البرلمان، والآن يتم العمل على هذا القانون، وحتى سمعت أنه تم تحديد موعد الانتخابات 16. مجالس المحافظات، وهذا مؤشر جيد جدا وحالة صحية في العملية السياسية. نستمر بهذا الملف إذا نريد أن نحقق التوازن على المستوى الشيعي، فضرورة عودة التيار الصدري إلى الانتخابات تكون قد تحققت فيها التوازن. هل تعتقد بأن التيار الصدري ممكن أن يعود لانتخابات مجالس المحافظات؟ وجهة نظركم يعني. نتمنى هذا شأن السيد مقتدى هو اللي يقرر، ولكن نتمنى أن يكون لهم حضور في الانتخابات. طيب. بس أكمل إنه. تفضل. العراق خلال 20 سنة من 2003 إلى يومنا هذا هو يدار بالتوافق والتوازن والشراكة، وهذه مفردات جميلة تساهم في حل كثير من الأزمات والمشاكل التي تحدث في حين وآخر. ائتلاف إدارة الدولة أتصور نموذج جيد تشكل، والآن نشعر بهدوء في العملية السياسية، والتوافق حاصل، ورئيس الوزراء أيضا جاد في إجراء ما تم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين المشاركين في ائتلاف إدارة الدولة. هل تتوقعون بأن يستمر هذا الهدوء؟ العراق في بعض الأحيان بلد المفاجآت، لكن لا نتمنى أن تحدث أي مفاجأة، ويسود الهدوء والطمأنينة، وينعم الشعب العراقي بالاستقرار والازدهار. طيب، التحقيق بعملية اغتيال قادة النصر، هناك تحقيقات أجريت وبعض الوفود أيضا زارت القضاء وزارت البرلمان وإلى آخره، هل لمستم جدية؟ هل هناك نتائج أولية بما يخص هذه العملية؟ تشكلت لجان قضائية في إيران والعراق، وجرت 4 جولات من الحوار وتبادل المعلومات ما بين هذه اللجان، 2 منها في بغداد و2 من جولاتها في طهران، والعمل مستمر في هذا الجانب، وبين فترة وأخرى
يتم تبادل المعلومات في هذا الملف. هل هناك أيادي أو تورط بعض الجهات العراقية بهذه العملية؟ اسمح لي أن نترك هذا الموضوع للقضاء يدلي بدلوه في وقت المناسب اللي يراه. تمام، لكن هي تحقيقات جدية من وجهة نظركم. نعم، نشعر أنها جادة. العراق وسيطا بين طهران وواشنطن، يعني بعد أن تمكنت الحكومة السابقة من قيادة فوضوات وصفت بأنها ناجحة على كافة المستويات بين طهران والرياض، هل يمكن لبغداد أن تخوض مفاوضات على جانب أو على مستوى أكبر لتصل مفاوضاتها بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟ المفاوضات اللي جرت في بغداد فيما يتعلق بالعلاقة بين الرياض وطهران واستكملت في بكين الحمد لله تكللت بنجاح، وتم لقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، وحسب ما تم الاتفاق عليه خلال شهرين ستفتح السفارات بين البلدين. هذا الاتفاق ألقى بظلالة على المنطقة. تبع هذا الاتفاق تحرك في الملف اليمني. أخيرا زار وفد سعودي عماني صنعاء وجرت محادثات جادة وبناءة من نتائجها تبادل الأسرى واستمرار الهدنة. أيضا على صعيد المنطقة جرت مساعي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وسافر وزير الخارجية السوري إلى السعودية، واليوم شاهدت في الأخبار وزير الخارجية السعودي في دمشق. هذا مؤشر جيد، وإن شاء الله ينسحب على الدول الأخرى في المنطقة، والعراق دوره إيجابي جدا وبناء أن يكون حلقة وصل بين الجمهورية الإسلامية وبلدان المنطقة الأخرى. سعد السفير، يمكن تزامن هذا الاتفاق السعودي الإيراني بزيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، هل هناك علاقة ما بين هذه الزيارة؟ يعني نسمع هناك يعني تسريبات تقول بأنه وزير الدفاع أبلغ الجانب العراقي بأنه ممكن أن توجه ضربة إلى إيران من قبل إسرائيل، تمام؟ بالنتيجة أوصلوا هذه الرسالة إلى الجانب الإيراني، هل هذه التسريبات صحيحة؟ أنا ليست لدي معلومات دقيقة في هذا الجانب، ولكن أرى أنه الإسرائيليين منشغلين جدا في أزماتهم الداخلية. اليوم يعانون من صراعات سياسية، ونتنياهو في أزمة كبيرة، ويستجدي العون من أمريكا وأوروبا، ويومية في عاصمة، وكل ما يتحدث عن خمس كلمات ثلاثة منها إيران والملف النووي، وهذه كذبة ليصدرها لمجتمعه ليخرج من أزماته. تمام، بالنتيجة يعني لا تتوقعون هناك ضربة ممكن أن تستهدف العمق الإيراني من قبل إسرائيل؟ لا أتصور أنه يعرفوا ما قدرة الردع الإيراني في مجال الأمني والعسكري والتطور اللي يحدث يوميا في الجمهورية الإسلامية، ويوم بعد يوم يزال الستار عن مشروع جديد أو مبادرة جديدة أو جهاز جديد، ما أعرف الاصطلاحات العسكرية اللي تحدث. خيارات الرد أكيد أنتوا بحثتوها وبحثيها الجانب الإيراني، خيارات الردع وخيارات الرد، مو الردع، خيارات الردع، هل ستكون فقط على إسرائيل إذا كانت الضربة من قبل إسرائيل، أم ستكون هناك أيضا على المصالح سواء كانت الأمريكية أو الإسرائيلية في المنطقة؟ خلينا نترك هذا للشأن المسؤولين الأمنيين والقوى العسكرية. طيب، والقوات الأمنية هي اللي تتخذ القرار في الوقت المناسب. متى سنرى زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين الإيراني والسعودي على مستوى السيد رئيسي وعلى مستوى ولي العهد إلى إيران أو إلى السعودية؟ وجهت دعوة من قبل ولي العهد السعودي إلى فخامة رئيس الجمهورية الإيراني السيد رئيسي، و
لقي الترحاب وسيحدد الصور تاريخ في الوقت القريب بإذن الله. هاي راح تكون بوقت قريب إن شاء الله. أخيرا قبل ما أختم وياك، وين فطرت اليوم؟ أنا أستطيع أن أقول لك شهر رمضان على وشك الانتهاء، كل إفطاراتي هي إما أن تكون عند إخواننا العراقيين أو جزء منها كان بضيافتي. أخيرا أمس كنت مأدبة إفطار من كثير من المسؤولين الرسميين والبرلمانيين والوزراء وأساتذة الجامعات والأطياف الأخرى اللي كانت حاضرة. السبت أيضا كان عندي معدوبة، لكن معظم إفطاراتي أو إفطار السفراء كان أيضا بضيافتي في سفارة الجمهورية الإسلامية. اليوم حقيقة أنا أشعر ببهجة وسرور أن فطرت مع مجموعة من الأيتام العراقيين في مدينة الكاظمية وتحت رعاية مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة الإنسانية. كانت لحظات تاريخية جميلة عشتها مع هؤلاء الأطفال وتبادلنا المزاح والكلام اللطيف والطيب، وأتصور بالنسبة لهم أيضا ستكون ذكرى جيدة. أنا أتمنى لك التوفيق، وأتمنى أنه باعتبار أنه وصلنا إلى نهاية شهر رمضان أتمنى لك عيد سعيد ومبارك عليك وعلى كل الشعب الإيراني. وبختام حديثنا أشكرك شكر جزيل على قبولك هذه الدعوة وأيضا لرحابة صدرك والحديث بكل هذه التفاصيل. سعادة السفير الإيراني في العراق سيد محمد كاظم الصادق، شكرا جزيلا لك. شكرا لك وكل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله. وأنت بألف خير. أشكر منصوريكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.